محدش هيقدر ياخد نقطة ماء من مصر، وإلا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، لا يتخيلها أحد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، أسطورة حربية لن تتكرر. شكلت جنوده بصماتها على جميع المواجهات البرية التي عرفها التاريخ. كسر هيبة جيش الاحتلال الذي لا يهزم منذ 50 عاماً، وحطم حصن بارليف المنيع بمعدات ليست مصممة للأعمال القتالية. وها هو الآن يتأهب بأجنحة روسية وفرنسية فتاكة لمواجهة سد النهضة الإثيوبية المحاط بأقوى الدفاعات الجوية الإسرائيلية. فما هي سبل الجيش المصري لنسف هذا السد المنيع؟ الكثير من الخفايا سنكشفها لك عزيزي المشاهد عن أخطر أسلحة الجيش المصري التي تخشاها إثيوبيا. تابعونا. رافال، جناح مصر الضارب. مقاتلة فرنسية متعددة المهام ذات بصمة رادارية منخفضة، وهي قادرة على إعماء الدفاعات الإسرائيلية المحيطة بالسد الإثيوبي. يتم تصغير رافال عبر 13 نقطة تعليق خارجية يمكنها حمل قنابل وصواريخ حتى 10 أطنان من مختلف الذخائر. أخطرها صاروخ ميتيور، وهو صاروخ جوجو يعمل خارج مدى الرؤية البصرية ذو توجيه نشط بالرادار. كما تحمل الرافال صاروخ إكسوسات، وهو صاروخ متوسط المدى. كما زودت رافال المصرية برادار من نوع RBE-2 قادر على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويمكنه اكتشاف الطائرات التي تحلق تحت طائرة، ونظام كهربصري من النوع ساجم OSF للبحث الحراري وتتبع الأهداف. كما زودت بأنظمة إدارة المعركة من نوع سبكترا ثلاث، والتي تتيح للطائرة فرض السيطرة الجوية الكاملة ضمن دائرة يبلغ قطرها 4500 كيلومتر. يبلغ طول الطائرة رافال 15.27 متراً وعرضها 10.90 متراً وبارتفاع 5.35 متراً. وبلغ وزن الطائرة 9850 كيلوغراماً و 24500 كيلوغراماً عند أقصى حمولة. تعمل رافال بواسطة زوج من المحركات من طراز سناكما M88-2 يوفران لها قوة دفع تبلغ 152 كيلو نيوتن، ويتيحان لها التحليق بسرعة 1.8 ماخ على ارتفاع 16400 متر. وبلغ مدى التسلق 305 أمتار في الثانية الواحدة، وبمدى عملياتي يصل إلى 3700 كيلومتر لإصدار رافال F4 ذات مقعد واحد، و 4100 كيلومتر للإصدار ذي المقعدين. ستورم شادو، قاتل سد النهضة. من أخطر الأسلحة القاتلة للتحصينات التي تحملها الرافال المصرية، وهو عبارة عن صاروخ مجنح طويل المدى من فئة كروز التي يطلق من الجو، مصمم لتدمير الأهداف الثابتة قوية التحصين مثل السدود الخرسانية العملاقة ومراكز القيادة والسيطرة المحصنة. يبلغ مدى الصاروخ أكثر من 250 كيلومتراً ويزن 1300 كيلوغرام، ويبلغ طوله 5 أمتار وعرض أجنحته 3 أمتار، وتبلغ سرعته القصوى 0.81 ماخ. يتمتع الصاروخ أيضاً بنظام ملاحة بالقصور الذاتي ANS، وأيضاً التوجيه عن طريق الأقمار الصناعية GPS. تم تزويد الصاروخ برأس حربي ذو قدرة على اختراق عالية ومؤثرة، وهو عبارة عن رأس حربي متعدد المراحل، ويتكون من شحنة اختراقية في الأمام تليها قنبلة التفجير. ويوفر هذا التصميم قوة اختراقية عالية ودقيقة، يصاحبها انفجار قوي مما يسهل على الصاروخ تدمير الأهداف عالية التحصين. هذا بجانب تميزه بمقطع راداري صغير مما يجعله صاروخا شبحيا متخفي، وهو ما يجعله سلاحا مثاليا لمهاجمة سد النهضة الإثيوبية دون أن يتم رصده من الدفاعات الجوية. ميج 29M2، قاتلة الدفاعات الإثيوبية. هي حصاد ونتاج 85 عاماً من حياة الشركة ميكويان. جاءت بتصميم هندسي أعطى الطائرة مرونة عالية في المناورة والانقضاض. تستطيع الميج المصرية حمل ذخائر بواسطة 10 نقاط تعليق خارجية،
بحمولة قصوى أكثر من 7 أطنان. ولعل أخطر ما يميزها هي قدرتها على حمل صواريخ R-73 وR-74 المضادة للطائرات بمدى خارج نطاق الرؤية يصل إلى 450 كيلومتر. وهذه الصواريخ كفيلة بتحطيم أي طائرة إثيوبية تنطلق نحوها أيا كان نوعها أو سرعتها. ولمهاجمة الدفاعات الإسرائيلية التي تحمي السد الإثيوبي، فإن الميج المصرية تستخدم صواريخ مخصصة لاستهداف الرادارات الأرضية من طراز KH-25MP وKH-58 وصواريخ KH-31PBD، والتي تتميز بسرعتها العالية وأنظمتها التي تحجب رؤيتها على رادار العدو. يبلغ طول ميج 29 نحو 17.3 متر بعرض 12 متر وارتفاع 4.37 متر، أما وزنها فيبلغ 11 طنا وهي فارغة و30 طنا عند أقصى حمولة. وبفضل زوج محركات من طراز RD-33 كليموف تمكنت من التحليق بسرعة قصوى تصل إلى 2.2 ماخ وبسرعة تسلق بلغت 330 مترا في الثانية الواحدة حتى ارتفاع 19,000 متر. قنبلة هامر الفرنسية. هي قنابل فرنسية الصنع من إنتاج شركة ساجم الفرنسية للدفاع والأمن. تعتبر من أدق وأقوى وأغلى قنابل القصف الدقيق الذكية المطلقة جواً على مستوى العالم. دخل هذا النوع من القنابل الخدمة عام 2007 في القوات الجوية الفرنسية وطيران البحرية، وتتوفر منها عدة فئات بأوزان 1,500 و 250 و 125 كيلوغراماً. تعمل هذه القنابل عن طريق التوجيه بالأقمار الصناعية وعن طريق الملاحة بالقصور الذاتية وحرارياً بتقنية إنفريد، ويصل مداها إلى 15 كيلومتر عند رميها من الارتفاعات المنخفضة و55 إلى 60 كيلومتر في حالة الإطلاق من الارتفاعات الشاهقة. منحت هذه القنابل مقاتلات الرافال المصرية ميزة عملياتية كبيرة بسبب قدرتها على العمل في جميع الظروف الجوية وإمكانية استخدامها لتوجيه ضربات أرضية دقيقة ضد الأهداف الكبيرة كالسد الإثيوبي. تعاقدت مصر على 500 قنبلة من هذا النوع لتسليح مقاتلاتها من طراز رافال الفرنسية، وقد يتم استخدامها قريباً في حرب محتملة. حاملة الطائرات ميسترال. تسلمتها البحرية المصرية في عام 2016، وأطلق على الحاملة الأولى اسم الرئيس جمال عبد الناصر والأخرى أنور السادات. يمكن أن نلخص الإضافة التي تمثلها حاملتي الطائرات الميسترال ببساطة بأنها تعطي القوات المسلحة المصرية القدرة على العمل في نطاق يقارب 1,000 كيلومتر بدون الحاجة إلى إمدادها لوجستياً، وهي قادرة على نقل كتيبتي مشاة كاملتي التسليح أو نقل لواء مشاة ميكانيكي بمدرعاتها القتالية أو ما يقارب من حجم لواء المدرع حتى بأثقل الدبابات M1A1. وبجانب تلك القوة البرية، تستطيع الحاملتين أن تحمل معها قوة إسناد جوية تقدر بسربي طائرة هليكوبتر كاموف K-52 أو ما يقرب لواء جوي من الهليكوبتر المسلح الخفيف كطائرات الجازيل لتقدم الدعم النيراني للقوات التي يتم إنزالها على الشواطئ. يبلغ طول حاملة المروحيات ميسترال 199 متراً وعرضها 32 متراً، وتستطيع حمل 700 جندي و16 طائرة هليكوبتر و50 عربة مدرعة، وتبلغ سرعتها القصوى 35 كيلومتر في الساعة، ويبلغ وزنها 21 ألف طن بكامل حمولتها، وسيكون لها طاقم مكون من 170 فرد. أضافت الميسترال قدرات عسكرية كبيرة إلى القوات البحرية المصرية في إطار اتفاق عسكري بلغت قيمته 1.1 مليار دولار. تتمركز ميسترال في قاعدة برناس المطلة على البحر الأحمر، وهي قادرة على تنفيذ عمليات إسناد للقوات المصرية الجوية أو الخاصة أثناء أي عملية عسكرية خاصة لتدمير السد الإثيوبي. وفي نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، برأيك هل الجيش المصري قادر على سحق السد الإثيوبي المحاط بالدفاعات الإسرائيلية بعد فشل المفاوضات الطويلة بين البلدين؟